تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں. 100 سال پرانی بیماریاں منٹوں میں انشاءاللہ ختم ہوں گی. آپ ہر روز اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ عشاء کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں. یا لطیف یا ودود لا الہ الا اللہ یا حنان یا منان یا حل المشکلات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله. پھر پڑھ لیں. یا لطیف یا ودود لا اله الا الله يا حنان يا منان يا حل المشكلات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.